خادم آلهة ولدت مكسورة، حبكة ميلادي عسيرة، مخاضي. من خلال هذا الحفل الذي قمنا به اليوم والذي كرمنا فيه الشاعر محمد الداهي الذي جاء إيمانا منا كأعضاء الجمعية شباب الثقافة الوطنية بثقافة الاعتراف بالجميل، وكذلك إيمانا منا كذلك بضرورة تشجيع جميع الطاقات الشابة في مختلف المجالات، سواء كانت شعرا أو مسرحا أو يعني جميع المجالات المتعلقة بالحياة الإنسانية بصفة عامة. وأود أن أغتنم الفرصة يعني من خلال منبركم كي أوجه نداء لجميع الشباب في المنطقة وكل الفاعلين المحليين بأن الجمعية رهن إشارة الجميع، وسنعمل جميعا إلى جانب جميع الفاعلين المحليين إلى بذل المجهودات من أجل تأطير الشباب وكذلك تشجيع المواهب الشابة في مختلف المجالات. وجمعيات الشباب تغفر للتنمية رهن إشارة الجميع، وبكم أنتم أيضا سنحقق تطلعات أبناء المنطقة، وبكم كأبناء ديال المنطقة سنسعى جميعا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكذلك محمد الداهي بصفته كابن ديال قصر تغفرت وبصفته كذلك كفاعل محلي نجدد له كامل الشكر ونتمنى له من أعماق قلبنا كل التوفيق في مسيرته الشعرية، وكذلك كل الشباب الطموحين في فركان الكبرى. ومضى حزينة ديوان الأول والمؤلف الأول الجديد، اخترت له ومضى حزينة بالضبط لما نعيشه في هذه البلدة السعيدة والأحوال اللي كيعيشوها كاع الشباب، هذه من جهة. من جهة أخرى بعض التجارب اللي أثرت فينا في هذه الحياة، سواء الاجتماعية سواء النفسية سواء حتى من ناحية الأحوال اللي كنعيشوها في الحياة اليومية، الحياة الطلابية وبعد الإجازة إلى غير ذلك. وارتأيت باش نجمع هذه لمدة 10 سنوات، جمعت هذه القصائد ولقحتهم، وعلى يد الأساتذة أكفاء هنا في البلدة السعيدة جمعت هذه القصائد، وارتأيت أنني اختار هذه اللحظة وهذا الوقت بالذات. يالله يالله عندنا الاستطاعة باش نخرجوا هذا العمل الجديد. ومن هذا الباب كنشكر جميع الأساتذة اللي كان لهم الفضل الكبير باش أنني نوصل لهذا المكان ونوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه. ودائما دائما أشكر الجهات المهتمة بهذا الجانب الثقافي والأدبي والفني بهذه المناطق المهمشة. بداية أشكر جزيل الشكر جمعية شباب تغفرت على هذه الدعوة الكريمة إذن لحضور هذا العرس الثقافي الذي تتجلى في حفل توقيع ديوان شعري تحت عنوان ومضى حزينة للشاعر الشاب محمد الداهي. إذن هذه فرصة سعيدة في الحقيقة لتكريس ثقافة الاعتراف وتشجيع الشباب على مثل هذه الإصدارات بمجهودات خاصة. إذن أجدد شكري للجمعية وأتمنى المزيد من النجاح والتألق عفوا لشاعرنا الصاعد السي محمد الداهي، فمسيرة موفقة.